نرحب بضيفنا من عمان الخبير في الأمن الغذائي والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط الدكتور فاضل الزعبي. دكتور فاضل أهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. يعني هذا التقرير فعليا يتحدث عن تصنيفات جديدة تعتبر أو تسمى بالساخنة، بينما يذكر تغيرات المناخ، أزمات اقتصادية، حروب، التضخم، ونتحدث لربما عن أزمة تلوح في الأفق يعني على مختلف المستويات. إلى أي مدى هذا الثالوث سيعمق من حدة هذه الأزمة؟ صباح الخير. فعلا زي ما ذكرتي، هذا الثالوث الرجوع اللي بدأ يجتمع سوية حتى يضرب في سوق الغذاء العالمي وفي غذاء العالم في المناطق كما سماها التقرير الساخنة. الركود الاقتصادي، هذا الركود الاقتصادي اللي أدى للتضخم وارتفاع أسعار النفط والغاز ومدخلات الإنتاج والنقل والمناولات، أثر بشدة على أسعار الغذاء وارتفاعها. النزاعات اللي موجودة وآخرها النزاع في أوكرانيا، ولا ننسى النزاعات الأخرى، يعني عندما نتحدث عن النزاع في أوكرانيا وما أثر على السوق العالمي، في نفس الوقت النزاع في تيغري اللي هي في أثيوبيا خلق ما يقارب من 400,000 يقعون بين في براثن الجوع. ولا ننسى التغيير المناخي، زي ما ذكر تقريركم التغييرات المناخية تضرب بشكل قوي وتؤثر على الإنتاج، إضافة إلى الكثير من الارتدادات الجانبية، جرات في القرن الأفريقي للسنة الرابعة على التوالي أثر على الإنتاج في هذه المنطقة. الإجراءات الحماية اللي قامت فيها إندونيسيا في الزيوت والهند في القمح، هذه كلها حتى ارتفاع أسعار النفط أدى إلى الإقبال على الميثانول، والميثانول يأخذ جزءا كبيرا من الإنتاج الزراعي. هذه كلها جعلت هذا التقرير يدق بقوة هذه المرة. ولكن دكتور اعذرني على المقاطعة، لأنه نقطة مهمة أثرتها بالنسبة للإجراءات التي تتخذها كل دولة. نشعر وكأن اليوم بدأت الدول، بما أنه هذه الأزمة ستطال كل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، باعتماد لربما سياسة الاعتماد على الذات، حماية نفسها، وكأنه في سياسة انغلاق اقتصادي. إلى أي مدى ذلك أيضا من العوامل التي ستؤثر على مسألة التعاون فيما بين الدول لتخفيف حدة الأزمة؟ تماما مثل ما ذكرتي، هذه الأزمة لن تمر على جسم عالم الغذاء بسلامة، بل سوف تؤثر على تغيير مراكز إنتاج الغذاء في العالم. الإنتاج التقليدي سوف تبدأ بالظهور مراكز أخرى، لأنه لابد من لهذه الدول أن تعمل أو تبدأ بإجراءات استباقية، وهو ما ينقص دول شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، الدول الأفريقية، معظم الدول اللي في البؤر الساخنة، الإجراءات الاستباقية اللي هي بين الإنذار المبكر ومرحلة الصدمة. هنا هذا التأثير راح يكون له ارتدادات فقط على الدول ذات الدخل المنخفض وذات الميزانيات اللي أساساً منهكة، والشعب اللي أساساً أو شعوبها اللي أساساً طلعت من كورونا زيادة في البطالة، خسران للوظائف والدخل بدأ يحل. وهنا عندما ذكر التقرير 3 أشهر، نعم 3 أشهر إذا استمرينا بالتعامل مع هذا الموضوع بشكل الطبيعي والمعتاد سابقا، راح يكون في أزمة نرجع لأيام الـ 2011 لما كانت في الصومال وأعداد الناس اللي توفوا في 2008. ناهيك عن ذلك بأن الدول اللي فضلتي اللي الدول الغنية والدول المتقدمة راح تقدر ميزانياتها واقتصادها اللي نوعا ما أفضل من هذه الدول وأفضل بكثير، راح تقدر على امتصاص هذه الصدمات. حتى في منطقتنا شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تقريبا احنا الدول مقسمة الى 3 مجموعات. يعني عندك الدول النفطية اللي ارتفاع أسعار النفط فادها، وبالتالي أصبحت قادرة على شراء الغذاء وعندها بنية تحتية للتخزين كبيرة جدا، لكن عندنا في الخانة الأخرى هي الدول ذات الأزمات. نعم. عندما نتحدث عن اليمن، لبنان، صح، السودان، هذه الدول واقعة تحت تأثير لا يوجد أسلوب حاليا إلا المساعدات الدولية من أجل على الأقل تقديم الإغاثة الفورية العاجلة. وطبعا هنالك الدول الأخرى اللي يتباين مستوى الأمن الغذائي فيها. طيب. أو مستوى التزامها. دكتور، كان تحدث قليلا عن الحل. العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، تحدثنا عن 3 عوامل. أزمة كورونا لا يمكن فعليا فعل أي شيء
في هذا الصدد. أزمة التغير المناخي أيضا هذه مسألة تأخذ الكثير من الوقت والجهد والسنوات من أجل إيجاد حل لها. يبقى المسألة المتعلقة بالحروب وما تنتج عنها من أزمات اقتصادية، وهي التي تتطلب فعليا حلا سياسيا. هل ترى المسار الذي تأخذه هذه المسألة تتجه نحو مزيد من التعقيد وتعميق لهذه الأزمة عوض فعليا تخفيف حدتها على المستوى العالمي؟ نعم، معظم الأزمات في العالم الآن لا نجد لها طريقة مستمرة للحلول. كلما تبدأ محاولات للتهدئة والهدنة تجديها أنها نقضت، وبالتالي ازداد الصراع، وفي خاصة في منطقتنا. بالنسبة لأوكرانيا على سبيل المثال، الأزمة حلها بدأ مستحيلا لأصحاب القرار، لذلك لجأوا الآن إلى محاولات دبلوماسية لإخراج ما موجود من حبوب في مخازن أو في موانئ أوكرانيا، وحتى هذا يلقى التعثر الكثير من الطرفين، وحتى بوجود طرف ثالث. طب مسألة النفط والغاز، عذرني دكتور، مسألة الحبوب قد يتم إيجاد مخرج لها، ولكن مسألة ارتفاع أسعار الطاقة اليوم أيضا التي تؤثر على الشحن، على النقل، وارتفاع الأسعار، وحتى العيال الميسورة اليوم تجد صعوبة في شراء المواد الأساسية، ألا تعتقد أن هنا أيضا يطرح علامات استفهام حول هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بتوقيت هذه الأزمة؟ هو توقيت منطقي وطبيعي جدا في إزاء الركود الاقتصادي العالمي والنزاعات الموجودة جدا. هذا ما حصل، وكما نلاحظ مثلا العقوبات اللي فرضت على روسيا وأثرت على أسعار النفط وأسعار الغاز، وطبعا أسعار الغاز مش بس أثرت على النقل، كمان أثرت على مدخلات الإنتاج، وأهم مدخل في الإنتاج اللي هو السمن. لذلك هذه كلنا نعلم بأن الحلول ليست سريعة أو شحنية. ما نقوم به الآن هو محاولة امتصاص آثار الصدمة على الأقل بالنسبة لمن يقعون في المراحل الأخيرة من انعدام الأمن الغذائي، حتى نستطيع أن نساعدهم لتجاوز هذه المرحلة ولا تبدأ الوفيات والإزدياد. وزي ما تفضلت قبل شوي، حل مشكلة امتصاص آثار المناخ وغيرها يلزم وقت وخطط متوسط المدى وطويلة المدى، وهو ماذا نملكه نحن الآن في ظل الازدياد الهائل في أعداد الجوع وبشكل سريع. نتحدث عن 3 أشهر أثرت بشكل أكبر من كورونا اللي كانت سنوات، أو المناخ اللي صار بضرب من أكثر من 10 سنوات. شكرا لضيفنا من عمان الخبير في الأمن الغذائي والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط الدكتور فاضل الزعبي على هذه المشاركة معنا.